مش ممكن. ايه اللي بيجرالك ده يا ملك؟ مش عارف ومش عايز اعرف ومش عايز اشوف ولا اسمع ولا احس باي حاجه غير بوجودك، وجودك وبس. طب وبعدين اعمل ايه انا دلوقتي؟ ولا اي حاجه. انت تريح ضهرك ساعتين تلاته كده، واول ما تقوم تروح لها على طول وتقول لها بكل بجاحه بحبك. يا سلام البساطه دي. قولي لا، والحب عيب؟ مش عيب، بس في مليون حاجز وسور بينك وبيني. مش مهم. هو ايه اللي مش مهم؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ أنا فعلاً نسيت نفسي، اديت عمري كله لزوجة ما اديتنيش يوم واحد من حياتها ولا جزء من قلبها. أنا من شدة الوحدة يئست من إن قلبي يدق لأي حد في الدنيا أو يحس بفرحة زي دي، وهي حصلت. حقي بقى؟ لا مش حقك. لا حقي. حتى لو كان حقك المفروض تستني لغاية ما تخلصي الواجب اللي عليك، بعد كده تدوري على حقوقك ومشاعرك. واستنى ليه؟ ما انا اكلمها دلوقتي حالا واحسم الموقف كله بكلمه واحده. دلوقتي؟ ايه المانع؟ وهي بلوى زي دي تستحمل تاخير؟ كلمه دلوقتي واللي يحصل يحصل. وبعدين بقى؟ ايوه يا ستي. شاهيناز، ايه التوقيت الغريب ده؟ يا ترى قلبك حس باللي جواه ولا ربنا هو اللي بيفوقك يا سليمان؟ لسه فاكره تكلميني دلوقتي يا شاهي؟ الو، أنا بكلمك بقالي 7 ساعات يا مفترية. إيه؟ مفيش دقيقة تبصي فيها على الموبايل؟ حوارات إيه؟ أوعي تكوني قلتيله. ما قلتش يا ستي، ما قلتش. بس كده غلط يا دعاء، ومش هينفع نتأخر على الحكاية أكتر من كده. أسمع إيه تاني؟ إحنا اتفقنا نصبر شوية لحد ما نتأكد إنه بره اللعبة ومش هيغدر بينا. بس والله اتأكدت، والله العظيم انا متأكدة، وممكن اقدم لك مليون دليل. ايه؟ شاهيناز رستم راحت فين؟ اي حتة. شاور انت على المكان اللي يعجبك وانا تحت امرك وملك ايديك. ومش بس كده يا سيدي، انا مستعدة اجيلك لحد عندك في السيد، وإن شاء الله نسهر في عشة الحمام بتاعتك دي لحد الصبح. التسدات ولا إيه؟ مش للدرجة دي يا سولي. أنا بس كنت عاوزة أثبت لك إني ما أقدرش على زعلك أبدا، ومستعدة أقدم لك اعتذاري بالطريقة اللي تعجبك. يا حبيبي، ما أنت كمان لازم تعذرني وتقدر موقفي. عايزني اعمل ايه لما اعرف ان في واحده ست جاتلك الشقه وفي نص الليل؟ وانا لو مش بحبك ما كنتش هغير عليك قوي كده ولا اخرج عن شعوري بالطريقه دي. طب حط نفسك مكاني، تعمل ايه لو شكيت للحظه ان انا بخونك؟ بخونك؟ واطي يا سليمان، واطي واطي. حبيبي انت رحت فين؟ ايوه يا ماما انا معاكي. لا خلاص خلاص يا شاهيناز، كبري دماغك. لا خلاص مش زعلان طبعا. طبعا طبعا، حاجي حاجي.
أنا بس ما نمتش من امبارح فمحتاجة أريح ساعتين. آه ما نمتش. يا ستي مش مهم النوم دلوقتي بقى، هاخد قهوة، نسكافيه، فيتامينز، أي حاجة. وأنا هعرف أغمض عيني بعد اللي سمعته ده يا دعاء؟ لا لا لا، ما تعمليش أي حاجة لحد ما أجيلك. الموضوع أصله أكبر بكتير من اللي في خيالك. لا مش في التليفون طبعًا. اصبري شوية يا دعاء، مسافة السك. يلا باي. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا بنات. صباح الخير يا دكتور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ها ايه الاخبار؟ كله تمام. الناس كلها جاهزة؟ من بدري يا دكتور. ربع ساعة بالكتير وهبدأ الاجتماع. ربع ساعة ده ايه؟ انا عايزاه قدامي دلوقتي حالا. يا حبيبتي على بال ما تشربي فنجان القهوة وتاخدي نفسك وبعدين تحكي لي على الموضوع المهم اللي شقلب كيانك مرة واحدة. مش لما اتاكد الاول وبعدين اقول لك كل حاجه. ايوه يا باشا انا هنا. امال امال بتقولي لي ربع ساعه ايه يا بتاع انت؟ انت يا واد انت مش من دقيقه لسه مكلمني على التليفون وقايل لي قدامك ربع ساعه وتبقى هنا؟ انت مش عارفه الطريق اللي انا جاي فيه. خلاص خلاص انا مش عايزه مناقره. ركز معايا يا نادر. ركز على الاخر. في معلومه وصلت لدعاء امبارح بتقول ان شاهي ناز رستم قابلت جابر وهدان في مكتبه، كان معاها محسن الصواف. افعل حزب اللعين. انا هستنى ساعه على المكتب ده بالكتير يا نادر. تنكش لي في مصادرك ودهاليزك دي كلها وتجيب لي تفسير محدد للزياره دي. وايه هو العامل المشترك اللي ممكن يخلي الافعى تقابل الحدايا؟ حاجات كتير، بس اهم حاجه فيهم هقولها الاول لان اللي جاي كله مترتب عليها. انا قررت ادخل انتخابات مجلس الشعب اللي جاي. مبروك يا دكتوره. الله يبارك فيكي. نجاح واكتساح ان شاء الله. ميرسي يا صفوت. ميرسي ميرسي قوي. يخرب بيتك، هي المسرح ناقصه وطلع؟ مش ممكن، ده انتي جباره. كل ده ولسه ما شبعتيش فلوس وعز وعنتظم. طب وربنا الاف قدام باب اللجنه واعصي الناس عليكي. مسكين يا دكتور سليمان، الاستبداد اللي بتعاني منه طول عمرك بقى استبداد حكومي ومتحصن كمان. ما هو ده اللي انا عايزه اقوله يا جماعه، خليكم معايا دقيقه عشان ترجعوا شغلكم بسرعه. الخطوه اللي انا بعملها دي لو نجحت كلنا هنستفيد منها، مش انا لوحدي، لان عضويه المجلس معناها دعايه اكبر، اتفاقات كتير، وسمعه وتعاقدات وفوائد كتير لنشاط المستشفى اللي لما هيزيد هيزيد معاه المرتبات والمكافآت وخير كبير قوي. عشان كده مهم قوي ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض. معظم الناس اللي هنا من سكان الدايرة اللي انا هترشح فيها، والحمد لله ان انا عينتهم قبل ما افكر في خطوة زي دي عشان ما حدش يقول ان اختياري ليهم كان صفقة انتخابية. وعموما انا واثقة جدا في اخلاصكم وفي شطارتكم، وعارفة ان الدعاية البسيطة اللي ممكن تعملوها لي اهم بكتير من اليوفط والصوانات. ما تقلقيش نفسك يا دكتورة، منصورة بإذن الله وكلنا معاكي. كلنا هننتخبك يا دكتورة إن شاء الله. ربنا يخليكم. ميرسي قوي.